انت بتعرف احنا بنحكي عن 40% من سكان العالم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني عن كم هائل من الناس بيستخدموا وبيوردوا كم هائل من المعلومات عن انفسهم، عن حياتهم الشخصيه، عن مشاريعهم وابحاثهم. وكمان اليوم اذا بدنا نحكي في سياق اخر في هذا الموضوع، نحكي عن مشروعات وابحاث وغيره تحت شعار ما يسمى بالتحول الرقمي او الرقمنه. فما رايك في هذا الموضوع؟ لو قلنا الناس اللي هي بتبحث عن منتج معين، دي مشكله خاصه بالبزنس. اما التحول الرقمي ده مشكله تانية تهمنا فيها ازاي نقدر نفيد. ايش هو التحول الرقمي؟ التحول الرقمي اللي هو انا بحول العلاقه اللي بيني وبين الدوله مثلا، او بيني وبين المؤسسات المختلفه، او بيني وبين البنوك. انا مش محتاج اروح البنك، مش محتاج اروح خدمات الكترونيه. كل الخدمات اللي هي تحتاج مني اخد يوم اجازه، انا زمان كنت اخد يوم اجازه مخصوص عشان اروح اعمل مثلا توكيل. دلوقتي بقى خلاص، انا كنت معدي في فندق من فنادق لقيت فيه مكان كبير قوي كده مكتوب فيه الشهر العقاري، وبص ما لقيتش فيه ولا بني ادم جوه والموظفين قاعدين. انا نفسي انبهرت. ليه؟ لان انا عارف قد ايه المعاناه اللي احنا كنا بنعانيها علشان نروح نطلع مستند من الجهات الاداريه او جهاتنا الحكوميه. دلوقتي بقت كل ده من خلال شبكه حاجه، ومن خلال حتى الحكومه مع الحكومه. يعني انت لو رايح تعمل حاجه في مؤسسه وعايز معلومات، الحاجه دي محتاجه يعرف معلومات عنك مثلا ناس سي يعني جدلا من البنك المركزي، وهو قاعد بيجيب المعلومات دي. خلاص مش محتاج ان انت تروح تجيب ورقه معتمده ومختومه وفيها اثنين موظفين شاهدين على ان 1 2 3 4، لا ده هو على طول بيجيبها لان هي هناك موثقه ولان هناك تراستد ومؤمنه. وبالتالي يبقى شبكه المعلومات اللي خاصه بالدوله كلها بقت مرتبطه ببعضها. هو ده احد المشاريع المهمه لمصر الرقميه. مصر الرقميه اللي هو ربط مصر بكلها ببعضها. الرقمنه يعني بشكل يعني يمكن بتوقع يمكن مختلف في الدول الان، خاصه الفخورين في الدول العربيه بدات بمساحات وقطعت شوط كبير بانه يكون صحيح. هناك رقمنه، وخلينا نحكي الحكومه الالكترونيه في مختلف مؤسساتها، وهي الخدمات مهم ان كان للموجود على ارض هذه البلدان او من اي مكان بالعالم بده يجي بهاي البلدان. طبعا كانت معاناه حتى عندنا في داخل العراق اخر الاوقات في مراجعات، يعني المعاملات الدوائر اللي بيها مراجعات للمواطنين كانت اوراق عبر الاوراق، لكن في الاونه الاخيره كان الاتجاه نحو الالكترونيات والرقميات بمراجعات عبر الانترنت. ما هي دي بتدي نوع من انواع الشفافيه، بتدي انواع الثقه، وبتدي سهوله في تعامل المواطنين مع مؤسسات الدوله المختلفه، وتوفر عليهم وقت وجهد، وحتى كمان بتوفر عليهم مبالغ ضخمه تكلفه، لان هو يصرف عشان ياخد اجازه ولا ياخد يعمل مشوار وياخد مواصله، كل الكلام ده خلاص بتوفر في البنى التحتيه. انت عمالك عم توفر في استهلاك الطاقه، وتوفر في بترشد في كل انواع الطاقه. يمكن هي مثل ما تحدث ياسمين، جائحه كورونا فرضت علينا كثير من التفصيلات، حتى الدراسه اصبحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.